عند مدخل الجامعة الأمريكية في بيروت، اختار عشرات الطلاب أن يرفعوا صوتهم مجدداً ضد ما بات يعرف بدولرة الأقساط في بعض الجامعات الخاصة، أي دفع القسط بالدولار أو على سعر صرف المنصة وهو 3900 بدلاً من السعر الرسمي 1500. نحن بنعتبر أن المعركة ما بتوقف بس على موضوع القسط أنه بطل 1500 ليرة، لا، المعركة أكبر من هيك بكتير. هيدا الغلاء بالأسعار بالأقساط ما هو إلا انعكاس للإفلاس اللي وقع بالبلد، اللي هو بلش هلا يطال القطاع التعليمي وعم يطال القطاع الصحي وكل القطاعات بالبلد. بداية نحن عم نحكي عن كارتيل واضح، كارتيل الجامعات اليوم هو كارتيل واضح جدا بقلب البلد، بيشبه كارتيل الفيول، بيشبه كارتيل القمح، بيشبه أي كارتيل اليوم مسيطر. هذا الكارتيل له إيديه، له رجاله، له دولته العميقة اللي موجودة داخل هذه السلطة. اليوم دولرة الأقساط هو الشيء اللي بعد ما قادرين يتاخد فيه قرار بأنه منع هذه الجامعات من السيطرة على حق الطلاب وإقصاء هؤلاء الطلاب خارج الجامعات، السيطرة على حقهم بالتعليم. بداية في كتير تفصيل واضح وجلي ينحكى عنه، وهو هذه المؤسسات هي مؤسسات لا تبغى الربح، يعني مؤسسات معفية من الضرائب، معفية من الرسوم الجمركية، يعني بالوقت اللي كانت عم تراكم أرباح على ظهر هؤلاء الطلاب نحن كنا عم ندفع الرسوم الجمركية المتوجبة علينا والضرائب المتوجبة علينا. وعلى وقع الشعارات التي تؤكد أن التعليم حق للجميع وليس سلعة تجارية، وإثر محاولة المتظاهرين دخول الجامعة ساد التوتر بينهم وبين القوى الأمنية. وبعد محاولة أخرى لاقتحام الجامعة من جهة كلية الطب فيها انقلب المشهد رأسا على عقب ودارت المواجهة. وبعدما عززت القوى الأمنية عديدها قرر المتظاهرون الانتقال إلى المدخل الواقع في الجهة البحرية، إلا أن مشهد المواجهة تكرر مرة أخرى. تعليم منه سلعة بتاجر فيها فضل خوري ولا غير فضل خوري ولا هال 11 جامعة اللي عاملين كارتيل، منا هيك القضية. التعليم حق لجميع الطلاب، وإذا ما نفوت بعد بالتقنيات يا أخي ببساطة في وقاحة عند الجامعات ما عملتها، هيدا الوقاحة ما شفناها عند المصارف. المصارف اللبنانية بعدها ما عم تفرض على زبائنها يقبضوها يعطوها القروض دولارات بالعد على 3900، بعدهم عم يعطوها على 1005، بينما منشوف الجامعات عم تسعر الدولار من عنده على 3900 ليرة، وهو أمر مخالف للقانون بشكل صريح. مجددا استطاعت القوى الأمنية إبعاد المتظاهرين عن بوابات الجامعة، فأقدم المتظاهرون على قطع الطريق نحو ساعة من الوقت، ما تسبب بزحمة سير خانقة قبل أن يتراجعوا متوعدين باستمرار تحركاتهم حتى تحقيق مطالبهم.